طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عبد الرحمن محمد الحسن الطيب، الجنسية سوداني. حضرنا والد للمريضة أو المتعالجة طغى عبد الرحمن، عمرها 12 سنة. هي ولدت بعيوب خلقية، تشوهات في الأرجل، وبدأنا العلاج أو بدأنا نجي على الأردن منذ العام 2007. بدأنا بالمستشفى الإسلامي، فلما رجعنا في العام 2011 للمقابلة، فبدأنا مع الدكتور أسعد في العام 2008 أول العام 2014 سوري، فشرح لنا أول هو حيعمل شنو، فشرحه حقيقة مستفيض جدا، رغم أنه نحن ما متخصصين في الطب، ولكن خلانا نكون على دراية تامة بأنه هو حيعمل شنو. فبدل العلاج وأجراء العملية وورى أنه هي مفروض ترجع في العام 2015 أو في شهر مايو 2015 بعد نهاية العام الدراسي عندنا في السودان لإجراء عملية، لأنه الركبة الصامولة بتاعت الركبة كانت بالجانب الأيسر من الرجل، فورى أنه حيضعها في وضعها الطبيعي. فجينا هنا تقريبا يوم 25 أبريل وقابلنا الدكتور أسعد وشرح لنا أنه هو حيعمل شنو في العملية، وفعلا أجرى العملية يوم 3/5، والآن هي بحمد الله. أولا العمليات الأولى، العملية الأولى جابت نتائج إيجابية جدا بصورة ممتازة، استقامت رجلها تماما، والآن العملية دي اتعملت لإرجاع ردفة الركبة لوضعها الطبيعي، والحمد لله رجعت بصورة ممتازة جدا، ونسأل الله أنه يمتع بالصحة والعافية ويعطي الدكتور أسعد الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والدة طغى، طبعا أبوها والدة شرح شرح وافي لحالتها وورى الحاصل بالضبط شنو، وسرد يعني كل الشيء اللي عملناه، وتابعنا من 2007 لغاية 2015. فأنا بس هنا عايزة أشكر الدكتور أسعد، يعني شكر وافي، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يجزيه خير على العمل اللي بيقدمه للناس، وإن شاء الله ربنا يطرح البركة فيه وفي أولاده إن شاء الله ذريته. وطبعاً هو بجانب إنه طبيب يعني الحمد لله وما شاء الله عليه وماهر وناجح، برضه هو رجل إنساني ومتدين ويخاف ربنا في المريض، والحمد لله يعني نحن يعني اطمأنينا شديد لبنتنا ولحالتها المرضية، الحمد لله اتحسنت كثير، وهو ربنا يجزيه خير، وبنتمنى له دائما النجاح، ودائما يكون يعني يقدم الخير ويقدم المساعدة للناس، وربنا يجزيه خير. ده في الجانب الطبي، إن كان هنالك كلام فنحن ممكن نتكلم عن الجانب الإنساني أو الجانب الآخر غير التخصص اللي الدكتور أسعد. الدكتور أسعد حقيقة نحن من جيناه ظل متابع معنا، يرد على أي تلفونات نحن نتصل عليه، وبيسأل من مريضته، متابع بصورة مستديمة لمريضته، و هو مطمئن على النتائج، ونحن الآن مطمئنين ونتمنى له مزيد من التقدم، وظللنا نتابع في السودان أي عملية يجريها أو عمليات المعقدة اللي بيجريها، وبإعجاب شديد جدا وبفخر كبير جدا، ونتمنى له التقدم والازدهار، وللأردن الشقيق مزيد من التطور الطبي، وجزاكم الله خير. أنا بشكره وأتمنى له إن شاء الله يكون يطول، الله يطول له عمره ويخليه ويكون قدم النجاح.